تزوج من فنانة مشهورة وانتحل شخصية شقيقه الممثل حاليا، وأثار موت شقيقته ضجة كبيرة. ما لا تعرفه عن مصطفى في إمبراطورية ميم وآخر ظهور له. شخصية مثيرة للجدل تحاصرها الشائعات دوما منذ أن أصبح صاحبها نجما واعدا في عالم الفن مع مطلع الألفية الثانية. أصبح من المغضوب عليهم، لكنه يوما لم يبالي وعلى طريق المعارضة صار. وعلى طريق المعارضة صار يرسل قذائفه الكلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ولد خالد محمد سامي أبو النجا في يوم 2 نوفمبر من عام 1966 في القاهرة. ظهر لأول مرة على شاشة السينما وهو رضيع يبلغ من العمر عاماً واحداً في فيلم الليالي الطويلة عام 1967 مع محمود مرسي ونادية لطفي. شارك في عمره 12 بفيلم جنون الحب عام 1977 مع أحمد مظهر ونجلاء فتحي وحسين فهمي، ومن هنا برزت جيناته الفنية. كان لاعب منتخب مصر لكرة الماء بعد أن قضى فترات طويلة من التدريب بحمام سباحة نادي هليوبوليس. في مرحلة المراهقة وظل أبرز لاعبي حتى نهاية الثمانينات. تخرج في كلية الهندسة قسم الاتصالات في جامعة عين شمس. وأسهم خلال فترة دراسته في تأسيس معمل جديد بالجامعة الأمريكية وأصبح مدرساً للفيزياء هناك. ثم حصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بالإضافة إلى درجة الماجستير من جامعة ساري بإنجلترا في مجال تصميم الأقمار الصناعية. أطلق بمشاركة 10 آخرين قمرًا صناعيًا لا يزال يدور في الفضاء حتى اليوم، وهو ما يفتخر به أبو النجا رغم انخراطه بالعمل الفني. عمل كموديل في الكليبات وعرض أزياء في بداية التسعينات. بجانب التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 لدراسة الإخراج السينمائي، ثم عاد نهاية التسعينات وعمل مقدماً للبرامج في قناة النيل، لكنه لم يشعر بالارتياح فاتجه إلى احتراف التمثيل. ظهر في دور صغير بفيلم لي خلتني أحبك عام 2000 مع منى زكي وأحمد حلمي، ثم شارك في بطولة جماعية بفيلم مواطن ومخبر وحرامي عام 2001. عمل مع مخرجين كبار أمثال محمد خان في فيلمي بنات وسط البلد وفي شقة مصر الجديدة، ومع المخرجة كاملة أبو ذكري في ملك وكتابة وواحد صفر وهاني خليفة في سهر الليالي. حصل على عدد كبير من الجوائز خاصة عن أدواره في فيلم فيلا 69 وقدرات غير عادية وعيون الحرامية، وهو الفيلم الفلسطيني الذي حصل بعده على جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2014.
شقيقه هو المهندس سيف أبو النجا الذي جسد دور مصطفى في فيلم إمبراطورية ميم مع الفنانة فاتن حمامة. وظن الناس بعد ذلك أنه خالد لشدة الشبه بينهما. شخصية مصطفى كان قد جسدها الفنان سيف أبو النجا الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا. تزوج سيف أبو النجا من الفنانة نجلاء فتحي وأنجب ابنتهما الوحيدة ياسمين التي احتفظت بها معها بعد الانفصال. أول ظهور إعلامي لسيف أبو النجا منذ فترة طويلة جدا كان في عزاء والدته الراحلة، حيث تقبل العزاء بجانب خالد أبو النجا. يبدو أن خالد اقتبس مظهره في فيلمه الأخير فيلا 69 من مظهر شقيقه، حيث أطلق لحيته وصبغ شعره باللون الأبيض تماما كما ظهر سيف في العزاء. ويقول خالد أنه أقنع شقيقه للعودة للتمثيل من خلال هذا الفيلم، ومن شدة حبه لشقيقه سيف طلب التواجد معه بأي صفة، ولكن مع اقتراب التصوير اعتذر سيف أبو النجا ورفض تقديم الدور، فاضطر خالد للعمل مكانه وقرب الشبه بينه وبين شقيقه بالنسبة للشعر واللحية. لقيت شقيقته سلوى أبو النجا مصرعها في يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 64 عام إثر اندلاع حريق هائل بشقتها في منطقة الزمالك. قال حينها حارس العقار إن سبب وفاة شقيقة الفنان يعود لرفضها مغادرة الشقة قبل التأكد من مغادرة القطط التي كانت تعيش معها، مما أدى إلى وفاتها. وفاة سلوى أبو النجا شقيقة الفنان المصري خالد أبو النجا حصل على تسليط إعلامي كبير جدا، رغم كونها غير معروفة ولم تظهر معه في أي فعاليات فنية قبل ذلك. كون سلوى أبو النجا هي شقيقة للفنان خالد أبو النجا الذي انضم مؤخرا لدائرة الجدل. حادث الوفاة نفسه شكل عامل اهتمام كبير، حيث أن الحريق الذي سيطر على منزلها يعد في منطقة من أهم المناطق السكنية الراقية، كون السيدة سلوى أبو النجا دفعت حياتها لإنقاذ قطط كانت تهتم بها وبلغ عددهم 30 قطة، الأمر الذي أدى إلى اختناقها نتيجة لكثرة الدخان ووفاتها ونفوق قططها عدا واحدة فقط. قرار سلوى أبو النجا خلد اسمها وتصارعت كل مواقع الرفق بالحيوان لنعيها وإرسال فريق لإنقاذ قطتها قبل معرفتهم بنفقها، ولكنها باتت رمزا للتضحية لديهم من أجل الحفاظ على كائن ضعيف. كان خالد أبو النجا متواجد في اليونان عند تلقي خبر وفاة شقيقته، وعلق أن شقيقته أجمل بنت وأخت ووفاتها سببها خوفها على القطط التي كانت ترعاها ولم تستطيع التخلي عنهم، وقد أضاف يا ريت نبطل كذب. ظهر الفنان خالد أبو النجا بوزن زائد عن وزنه الطبيعي في آخر صور عرضها على جمهوره، وأثارت الصورة تساؤلات الجمهور حول هذه الزيادة في الوزن، وهل هو يستعد لتقديم دور جديد بهذا الشكل؟